السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفنانة ريم البارودي، وهنشوف بالصور خطوبة ريم البارودي بتشعل السوشيال ميديا، وهتتصدم لما تعرف مين خطبها، وريم بتعلنها بكل صراحة، وهنشوف رد فعل طليقها أحمد سعد على خبر خطوبتها. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جداً علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. الفنانة ريم البارودي هي فنانة محبوبة وليها جمهور كبير بيحبها. وريم عندها دلوقت 44 سنة، لأنها من مواليد 6 أكتوبر سنة 1978. وفي سنة 2017 فاجأت ريم الجمهور بإعلان انفصالها وطلاقها من الفنان أحمد سعد، رغم إنها ما كانتش أصلاً أعلنت إنها متجوزاه، ولحد وقت مش بعيد قوي كانت بتقول في البرامج إنها لسه بتحب أحمد سعد، رغم إنه سابها وراح اتجوز وقتها الفنانة سمية الخشاب. لكن من فترة قريبة أعلنت ريم البارودي بشكل رسمي إنها بتعيش قصة حب، ولما اتسألت عن اسم حبيبها قالت بالنص مش هقول دلوقت، وإحنا عندنا المجتمع شرقي بيرفض الحاجات اللي زي دي، وهقول اسمه في الوقت المناسب. وده لحد ما نشرت الفنانة ريم البارودي امبارح على حسابها في موقع انستجرام على خاصية الستوري صورة ايديها، وفي ايديها دبلة مع ايد راجل، ومعلقتش على الصورة بأي تعليق. والحقيقة الصورة دي عملت جدل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات عليها من الجمهور اللي بدأ يبارك لريم على الخطوبة، وطلب الجمهور من ريم انها تعلن عن اسم خطيبها. ومن ناحية تانية كان نشر الصحفي الشهير هاني عزب مجموعة صور جمعته بالفنانة ريم البارودي على صفحته الرسمية في موقع انستجرام، وعلق على احد الصور دي وكتب سحرتني ولا سحرتلي، وردت عليه ريم وعلقت بجملة وعيون مش محتاجة تسحرلي، ومنها ربط كتير من الجمهور ان اكيد الشخص اللي نشرت ايده ريم البارودي على حسابها في موقع انستجرام هو الصحفي هاني عزب، وان هاني عزب هو خطيب ريم البارودي الجديد. كل ده رغم ان ريم لحد دلوقت ما علقتش على الكلام ده، وما قالتش فعلا هل خطيبها الجديد هو الصحفي هاني عزب ولا واحد تاني. لكن الصور اللي جمعتها بهاني عزب وتعليق هاني بنفسه على الصور دي وكلامه سحرتني ولا سحرتلي بيزود من احتمالية ان يكون هاني عزب هو خطيبها الجديد. وعلى كل حال، وسواء كان هاني عزب هو خطيب ريم البارودي الجديد او خطيبها حد تاني، فاحنا كلنا بنقول الجميلة ريم البارودي ألف مليون مبروك وربنا يكملك على خير. ومن ناحية تانية كانت جاهل الفنان أحمد سعد طليق ريم البارودي إعلان ريم لخطوبتها، ولحد دلوقتي معلقش بأي تعليق على خبر خطوبة طليقته وعلى الصورة اللي نشرتها على موقع انستجرام. وفي النهاية أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.